مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى كما تبعتوا معنا في الحلقات السابقة في موضوع محمد بن طازوت محمد بن طازوت السجين اللي دوز حوالي 21 أو 22 سنة سجن ولا زال يطالب بالبراءة ديالو مشاهدينا الكرام تناولت القصة احتراما للرأي العام في الناس الجدد اللي ما عرفوا القصة ديال بن طازوت بن طازوت دوز عقوبة سجنية ويطالب بالبراءة ديالو طريقة اللي بغي يحتج بها أنه دار زنزانة في سطح المنزل وما كيخرجش يطالب بالبراءة ديالو مشاهدينا الكرام هذا الجانب جانب حقوقي بقوة مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معايا ناقشت الموضوع مع الاخت ديالو احتراما الراي العام عطاتنا القصه من الاول وكذلك محمد بن طازوت اللي وجه النداء ديالو وفي الاخير شفنا الاطار الانساني بشكل كبير في هذا الملف اللي الاب ديالو حوالي 87 سنه لا زال يطالب انه يتمشى وتكون عنده واحد الصله مع الابن ديالو اللي تحرم منه سنين طوال في خضم الموضوع كنت في الفيديو الاخير تكلمت انه غيكون عندنا لقاء بالاستاذ محامي باش تشوفوا معاه الإطار القانوني والحقوق كذلك حنا الآن في المكتب ديال الأستاذ حميد كرايري محامي بهيئة القنيطرة وحقوق حتى النخاع أستاذ له زاوية له منهجية أخرى قبل من التصوير ناقشت مع الأستاذ وأتنبأ بالوصول لهدف الاسماء وهي براءة بنتازوت تبعوا معايا استاذي كنشكرك انك تقبلتي معنا النقاش في الموضوع وانت ملم بهذا الملف وعلى درايه به وعلى تتبع كما لك مميزات خاصه في هذا الملف كتشوف فيها الجانب الحقوقي بشكل كبير كيفاش كتشوف القصه ديال محمد بن طازوت اللي 22 سنه سجن كان القرار ديالو انه يدير سجن زنزانه في سطح المنزل ويطالب بالبراءه كيفاش كتشوف الاطار الحقوقي والاطار القانوني تفضل استاذ أه كنشكو أه مغارب, مغارب نيوز والاخ يوسف بهذا اللقاء هذا أه اكيد انه هذا النقاش هذا حول ملف ديال بنتازوت هو وسؤال سؤال قانوني وسؤال حقوقي سؤال قانوني من زاويه انه مواطن مغربي اللي في الزمن ما في 1998 فضل في واحد الاجواء متوترة تميزات بالمد الأصولي خصوصا بداية العمليات الإرهابية في مواقع مختلفة وقعت واحد الجريمة قتل المدينة القنيطرة واللي راح ضحيتها واحد المواطن مواطن في نهاية المطاف الضابطة القضائية وآليتها وكيفاش اشتغلات في هذا الملف هذا وصلت بواحد مجموعة من القرائن كنقول أنها ماشي بسيطة متهافتة ومتناقضة وصلت أنها الدين محمد بن طازوت بالسجن المؤبد بعد 22 سنه العفو وخرج رغم انه كيفضو خلال مده السجن ديالو كفضو ثلاثه المرات وفي الاخير اخرج من السجن توزع من داخل السجن لانه بن طازوت تمسك خلال 22 سنه ببراءته يعني اي لحظه في هذا الزمن هذا السجني ما تنزلش فيه على البراءه ديالو كان دائما كينادي باعاده التحقيق بإعادة فتح هذا الملف هذا باعتبار أنه أنه ما زال هناك شيء يقال ما زال هناك متهم في اعتقاد بن بأنه هو المرتكب الفعل ما زال يتمتع بالحرية ديالو وكان كيعتقد بأنه أيادي خفية التوت والتفت على هذا الملف ولفقت له هذه التهمة كنا أنه بعد خروج البنطازوت من السجن غيدير بحاله بحال أي مواطن غادي يخرج ويمارس الحال أنه مسك ولا زال متمسكا دابا لمده سنوات وهو يقيم في سطح البيت في سطح البيت في زنزانه سودية يعني انه حديديه وهذه الوضعيه هذه وضعيه انسانيه لانه كطرح لنا بين مفهوم الحريه ومفهوم البراءه اذا كان المشرع المغربي نص الماده الاولى من القانون الجنائي على ان البراءه هي الاصل في الانسان فكنعتقد بانه ما تحدث عن الحريه حتى الفصل 11. عاد كيهضر على العقوبات السالبه للحريه. اذا البراءه هي الاصل وهي المبدا وهي المنطلق. والحريه كتجي متممه لهذه البراءه. بنتازوت تمسك ببراءته ولا كيتمسك بها وكيطالب بانه تعاد المحاكمه ديالو. بالتاكيد انه ملف بنطازوت ماشي استثناء في تاريخ المغرب. المغرب عرف سنوات رصاص وعرف محاكمات صوريه وعرف احكام قاسيه وعرف ملفات اللي ابتعد فيها وتراجعات وكان اعتقد بانه الملفات ديال الراحل بن خير شاهد لانه هناك اخطاء ان لم اقول جرائم ارتكبت في حق مواطنين في حق مناضلين في حق فعاليات في حق اولاد المو... هذا الشعب المغربي وباقي كثير منهم كيطالبوا بالمساءله اذا كان هناك جبل للضرر المادي فالمعنوي لا زال قائما والمساءلة لا زالت سؤالا مطروحا ومفتوحا بالنسبة لهاد الناس اللي ارتكبوا هاد الأفعال في حق هاد الشعب هذا لذلك كنعتقد بأن الملف ديال ما ماشي استثناء من هاد الملفات هادو وما كيخش شيء من دائرة الملفات ديال راحل بن زكري إلا كنا كنعتقدوا بأنه المواطن كاين هناك المساواة بين المواطنين وان البراءه هي هي الجميع وان الحق هي الجميع وانه الجميع المواطنين سواء هنا غادي يقولوا بانه الملف ديال بنسكي الملفات ديال بنسكي اللي طرحات واللي فيها كان فيها جلسات استماع وجلسات وكان فيها بالصدع واجبار الضرر والاعتراف بالخطا وباقي فيها مطروح سؤال ديال مساءله الفاعلين والمرتكبين هذه الافعال هذه الجرميه باقي مطروح من, من ضمنها وفي سياقها كيجي كي ملف بنتازوت يمكن كنهضروا على جريمه قتل ولكن جريمه قتل ملتبسه جريمه قتل كتستدعي اكثر من سؤال الامر الثاني هو الان احنا كنطرحوا هذا السؤال هذا على الجهات القضائيه وكثير من القانونيين كيهضروا على مفهوم ديال انه راه الجريمه تقادمت وانه حتى لو على اعتبار انه هذا الفعل هذا ارتكب من طرف غير بن فهو سيتمتع بالبراءه بعدم المتابعه لانه الجريمه سقطات حنا كن ما كنهضروش على الفعل الفعل الجيمه حنا كنهضروا على على مبدا البراءه كنهضروا على مدخل انساني كنقول لك ان براءتي غير قابله للتقادم وغير قادرة غير قابل انني نبقى كنعيش حياتي بالوصم بالوصم ديال انني انا ارتكبت فعل لانني انا بريء منه هذا هذا هو السؤال ديال بنطاز بنطاز ماشي ماشي المشكل ديالو انه قضى 22 سنه وما كيستناش انه يتعوض على 22 سنه ديال الخطا القضائي ماشي هذا هو سؤاله سؤاله هو انه يخرج للشارع المغربي ويخرج امام الناس كان كيعيش وسطهم في بيت ديالو في الحي ديالو في المدينه ديالو في الوطن ديالو وانه يكون بدون وصم يكون بدون أنهم يتوجه لاصابع انه ارتكب يوما ما فعلا جرميا في حق شي مواطن وهذا هو السؤال ديال بن هذا هو اللي كيخلي بن انه كيتمسك اكثر ببعضه وكيتمسك اكثر بهذه القيمه هذه اللي هي ماديه ومعنويه وكيرفض انه يعيش الحريه بالوصم يعني بالوصم يعني انه تكون دائما هناك اصابع ارتكب فعلا. اذا هذا هو هذا هو السؤال اللي هو سؤال ذات طابع حقوقي. مقاربتنا ليه كتجي من هذه الزاويه. الزاويه الثانيه اللي هي الزاويه القانونيه، الزاويه القانونيه اكيد انه كاينه كاينه تجارب إنسانية وخصنا نتعاملوا مع ما يسمى بالتجارب الانسانيه المقارنه. فاش كنمشيو للجيبه مثلا الولايات المتحده كتطبق عقوبه الاعدام. سنوات خلت بدايه الثمانينات دات لجنه من القانونيين وفيها محامون من كندا ومشات كتعيد تقرا الاحكام القضائيه اللي صدرت بالاعدام واللي تنفذات لقاو القو... كوارث يتعلق بالاخطاء القضائيه اللي تنفذات فيها عقوبه الاعدام والخلاصه اللي وصلت لها بانه الناس اللي كياخذوا عقوبه الاعدام في ليستازوني هم اما السود المستضعفين اللي عندهم اهات نفسيه وعقليه يعني انه في نهايه المطاف كتلقى دائما الخطا القضائي هو خطا انساني والقضاء المغربي ديالنا ماشي مجبول على الخطا يعني انه مصاوت اللي تبنى بها تبنى فيه كثير كثير الحالات الجديده بطبيعه الحال راه الناس دوزت 16 سنه سجن ومن بعد تبين انها بريئه من الافعال اللي ارتكبت اللي الدين من اجلها اذا لما لا الان نطرحوا هذا السؤال وهذا من السؤال المشروع الان كتهضر على اصلاح منظومه العداله اصلاح منظومه العداله ما كيمكن ينطلق الا من ولوج سليم وعادل وسلس لان هذا هو هذا هو المنطلقات النظريه السؤال الاخير اللي عندي معك استاذ اعطيتيني يعني حللت الموضوع بمستوى عالي وكما قلت في التقديم انك تميل ما هو حقوقي اكثر الخطوات الاوليه اللي كتشوفها استاذ انت باش توصلوا للهدف لما لا اذا ثبت انه يستحق البراءه يخط البراءه ديالو شنو الخطوات اللي كيشوف الاستاذ في اطار المنهجيه القانونيه ديالو والحقوقيه كذلك هو من الناحيه القانونيه الاشكال اللي عندنا شنو هو هو اننا عندنا احكام قضائيه نهائيه وعندنا تنفيذ العقوبه انه بنتازوت طازو 22 سنه يعني انه عقوبه صدرت وحازت قوتها النهائيه يعني الحكم حاز نهائيته واللي اللي محس... مفترض انه مرتكب الفعل واللي ادين بهذا الفعل راه ارتكب الجريمه حنا كنبداو من حيث ما انتهى القضاء اذا السؤال ديالي انا سؤال الان هو انني كنطلب فتح تحقيق وهذا عمل يمكن يقوموا به شي بالضوء اني كنتسنى الهيئات القضائيه اللي غتقوم به انا متاكد بان المؤسسه القضائيه المغربيه مازال ما عندهاش هذه رحابة ال... رحابة النظر وبعد النظر لانه هذه يمكن خص المجتمع المدني جمعيات الحقية الهيئات ومنظمات اللي مهتمة بهذه القضايا هي إيه اللي غتشتغل أميل في هذا النوع لأنه في نهاية المطاف أنا كنقول بأنه وجود منتزوت الآن في هذاك السطح في هذاك المكان الـ 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 الهامشي راه إدانة المجتمع بأسره راه سؤال مطروح على على الانسان انه يجاوب عليه كيفاش يمكن نعيشوا كمواطنين مغاربه كنعرفوا انه كاين مواطن كيعزل كي نفسه على كل الضرورات الاساسيه ما كيشوفش شع... شعاع الشمس ما كيتمتعش بلمسه مراه ما كيستمعش لصوت صوت مواطن وما كيمشيش اكثر من من ثلاثة المتر مربع كيفاش نقبلوا على اننا نعيشوا ومواطن بهد... كيعيش في هذا المكان هذا في هذا القصي كنقول بانه الادوار اللي خصها تقوم بها اول حاجه النيابه العامه والنيابه العامه في قنيطره كتعرف هذا الملف لانه ماشي طلب ماشي جوج ماشي 10 اللي به لا الوكيل العام ملك ولا ولا ولا, ولا, ولا التحقيق كان اليوم انهم خصهم يتحركوا لانه في نهايه المطاف في هذا الوضع هذا لا ماشي ماشي فقط مؤرق محمد بن طازوت مؤرق العائلة محمد بن طازوت مؤرق الحي اللي كيسكن فيه بن طازوت مؤرق المدينه اللي كيوجد فيها بن طازوت لانه في نهايه المطاف هذا السؤال ما يمكنش نتجاوزوه فرحوا يمكن جبنا المنتخب الوطني حتى للمرتبة ولكن في نهاية المطاف راه غنرجعوا لليوم ديالنا ونرجعوا لحياتنا العادية غادي ننتهيو من هذه الأسطورة ديال ديال أننا رابعين ولكن غنرجعوا بأننا حنا 136 في التنمية وأننا في مجال حقوق الإنسان عم تخلي فيه مشكل كبير وأن القضاء الآن مطوح عليه كثير أنه يدير إصلاحات ما يتعلق بمنظومته لأنه مازال الفساد مستشري مازال الانتشاء مازال البطء للقضاء مازال الولوج غير متيسر للمواطن العادي والفقير لذلك كنقول بأنه الآن مطوح أننا نرجعوا لملفاتنا الأساسية ومن بين الملفات الأساسية واللي خصنا نتناولوها ملف ديال بن أستاذي شكرا لك ناقشتي معنا الملف وعطيتيني الخطوات مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا أستاذ حميد كما قلت في السابق حقوقي حتى النخاع وهو رجل ديال القانون محامي بطبيعة الحال له من تجربة ما يكفي في مثل هذه الملفات كما له منهجية خاصة شرحها في الأول غادي يعتمد عليها للوصول إلى الهدف الأسمى في الموضوع اللي هو البحث في ملف بنطازوت مشاهدينا الكرام بنطازوت السجين الشهير لعدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالو، نحن دائما متتبعين لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حاله الى تبينات امور اخرى مشاهدينا الكرام. بنطازوت سنين طوال في السجن يدافع بالبراءه ديالو بطريقته الخاصه بالاحتجاج اللي كيريحه هو من اجل الوصول لهدف هي كلمه البراءه. استاذ له من تجربة ما يكفي ونحن نتتبع على الملف وسوف نوافقكم دائما بالجديد مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم